النائب إلي ماروني نفى في حوار بيروت اليوم وجود أي تميز مع 14 من أذار، مؤكدا التضامن في مقاطعة الحوار وكل عمل تشارك فيه الحكومة حتى استقالتها. كمسيحيين حريصين وكذلك غيرنا، نحن ما عم نقول نحن يعني غيرنا، لا، حريصين على إقرار قانون انتخابات يؤمن حسن التمثيل للمسيحيين وللبنانيين. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني هل سيترجم بأنه رح تشاركوا إذا دعي الرئيس بري غدا إلى جلسة للجان المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب؟ رح تشاركوا حتى لو حضرت الحكومة؟ هذا الرأي العام. بدنا نسأل رفاقنا بالقوات اللبنانية، مش حريصين هني على إقرار قانون الانتخابات؟ مش شركاء معنا بتقديم مشروع 50 دائرة؟ لما ينطرح هذا الموضوع أكيد أكيد أنه رح نكون نحن وحلفائنا على تشاور وتنسيق بهذا الموضوع اللي بيعنيهم مثل ما بيعنينا. نحن عم ندعي إلى مناقشة كنواب هلأ لمشروع مشاريع القوانين المقترحة، وعنا أمل أنه نتيجة المساعي ونتيجة الجهود ونتيجة الضغوط وقد يكون نتيجة وعي بعض المسؤولين في المقلب الآخر أنه نوصل إلى تغيير الحكومة. ما عند استقالة الحكومة بتنتهي كل المقاطعة.